بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عبد الحميد، عضو ائتلاف أحرار التيار الإسلامي. احنا طبعا قررنا ان احنا ننزل جمعة 9/9، جمعة تصحيح المسار، لان احنا بنقول ان الثورة لسه ما حققتش أهدافها كاملة، واحنا كده تعتبر يعني ربع ثورة او نصف ثورة، وان في تباطؤ وفي التفاف حوالين الثورة وعدم تنفيذ مطالبها، واحنا نازلين عشان نؤكد على هذه المطالب، ونؤكد ان مش كل التيار الاسلامي يرفض هذه الجمعة، لان احنا بنقول المفروض علينا كتيار اسلامي ان احنا نحس بنبض الشعب، ونحس بنبض الامة، ونحس بنبض الفقراء، ونحس بامهات الشهداء، وبنحس بالمظالم الواقعة على المجتمع المصري كلية، ولا ننعزل عن المجتمع. احنا بنقول ان احنا نازلين بجمعة 9/9 عشان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونأخذ على يد الظالم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تأطرن على الحق أطرا. قالوا: شكلنا الله ان يعمكم بعذاب من عنده. بنقول ان احنا بقالنا 30 سنة في عهد مبارك سكوت على الظلم، مما جلب على الأمة المصرية العذاب من قلة الطعام والأمراض المتفشية وتسلط الأعداء عليها من الداخل والخارج. فبنقول إن الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر معروف والنهي عن المنكر. وإحنا بنقول إن شباب الثورة شباب طاهر مؤمن، الإسلام يجري في دمه، وليس كما يصور بعض الدعاة المثبطين أن من يكون في ميدان التحرير فهم علمانيون أو اشتراكيون أو شيعون. احنا بنقول أن شباب الثورة دوت شباب مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونختلط بهم، وهؤلاء الدعاة لا ينزلون أصلا إلى ميدان التحرير كي يعلموا من هو موجود في ميدان التحرير. ميدان التحرير ميدان الشرفاء، ميدان أمهات الشهداء وأهل الشهداء، ميدان المظلومين المقهورين، ميدان كل المصريين، هو الميدان الذي تفجرت منه الثورة وتغير منه النظام الفاسد. فنرجو من الدعاة ومن التيار الإسلامي أن يقتنص الفرصة ولا يضيعها أبدا. احنا عارفين ان جمال عبد الناصر يعني لما قامت ثورة 23 يوليو واتفق مع الإخوان، وبعد ذلك انقلب عليهم، اول الناس ظلموا من عبد الناصر هم الإخوان، فلا نريد أن يتكرر هذا الأمر ثانية، ونريد من الدعاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يثبتوا الناس عن الخروج وعن الأمر معروف عن المنكر وعن القول الحق. فهذا أمر سيء جدا من أحد الدعاء الذي يمتلك فضائية يخرج علينا في يوم العيد ويقول ممنوع الخروج في المظاهرات سواء كان بالحق أو بالباطل. لا والله، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله، وكان يقول الحق دائما ولا يخشى في الله لومة لائم. فنرجو من التيار الإسلامي أن يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يعتمد على اتفاقات ولا اتفاقات مع الأنظمة الموجودة، فهي أنظمة لا تريد إلا الاستفراد بشباب الثورة، ثم بعد ذلك الاستفراد بالتيار الإسلامي. قمتم بتغيير اسم التحالف، لماذا؟ احنا غيرنا اسم التحالف أو الائتلاف، لأن في انضمت لنا الاسم الأولاني كمان، الاسم أحرار الجماعة الإسلامية، في انضمت لنا إخوة من السلفية ومن بعض التيارات الأخرى، فطبعا أحرار الجماعة الإسلامية غير مناسب لباقي الأفراد الذين انضموا، فغيرنا اسم الائتلاف لأحرار التيار الإسلامي. هل فعلا أنتم لا يوجد علاقة بينكم وبين الجماعة الإسلامية كحزب أو جماعة؟ نحن لا يوجد بيننا وبين الجماعة الإسلامية كحزب أو جماعة. إن احنا قلنا قبل ذلك أن توجهات الجماعة أصبحت مريبة، وأصبحت تصب في مصلحة النظام، وأصبحت ليست جماعة معارضة بتاتا، بل هي جماعة تدعو إلى النظام الحاكم، والذي في إقرارة نفسها أنها تريد أن تقتنص الفرصة وتكون هي الجناح الدعوي للنظام الحاكم. شكرا محمد.